ويعني أخت كبيرة وعزيزة في المقام، والأخت أسماء الدكتورة أسماء إن شاء الله نبارك لها قريب على الدكتوراه. في ورشة جديدة، دي مش أول مرة للدكتورة تبقى موجودة معانا في إيمرج أفريكا، بس المرة دي هنتكلم إن شاء الله عن دور الذكاء الاصطناعي في تصميم التعليم. في البداية عشان نتعرف على الدكتورة ليلى، الدكتورة ليلى هي دكتور وأستاذ محاضر في علوم الكمبيوتر في المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات بجامعة سوسة بتونس الشقيقة، متخرجة من ألمانيا، حاصلة على جوائز كتيرة متخصصة في مجال التعليم الإلكتروني، شاركت في تأليف أول MOOC في علوم الكمبيوتر في تونس، باحثة ولها عدد كبير قوي من المجال من البحوث في مجال تكنولوجيا التعليم، وخبيرة في مجال التعليم الإلكتروني في المنظمات الدولية والـ AUF، وحاليا هي منسقة وحدة الابتكار التربوي في جامعة سوسة، ورئيسة اللجنة الإقليمية لشمال أفريقيا للخبراء العلميين والاقتصاديين بالوكالة الفرنكوفونية، وعضو المجلس العلمي للوكالة الفرنكوفونية، وسفيرة المواد التعليم المفتوحة لدى ICDE. هي دي تعتبر حاجات بسيطة صغنططة عن الدكتورة ليلى، ويعني يعني ربنا يوفقها يا رب وييسر لها. بارك الله فيك. الله يبارك فيه. ومعانا كمان بيساعد الدكتورة ليلى النهاردة إن شاء الله تكون معانا الدكتورة أسماء، هي طالبة دكتوراه في جامعة سوسة متخصصة في التقييم الذكي للتعلم التعاوني عبر الإنترنت، المشرف عليها دكتورة ليلى، ومجهودها كبير جدا قوي في مجال كفاءة وفعالية التعلم عبر الإنترنت، وبتهتم بالأطر اللي هي بتاعة دعم وتقييم الجهود التعاونية ضمن بيئات التعلم، ولها أوراق كتيرة بحثية جدا في مجال التقييم التعاوني وتحليل التعلم، ومتخصصة ونشرت في مجالات محكمة دولية، ومتخصصة في حتة صغيرة مهمة جدا اسمها الكندر بتاع على التعلم التعاوني والأطر القائمة على الأنتولوجيا للتنبؤ بمشاركة الفريق. إن شاء الله الورشة هتستمر لمدة ساعة، هتبقى لها نظام معين في الأسئلة، إن حضرتك دكتورة أسماء والدكتورة ليلى هيتكلموا طول ال 45 دقيقة الخاصة بالورشة، وبعدها إن شاء الله هيبقى في 15 دقيقة مفتوحة لكل الحضور، بحيث إن هم يتناولوا أي استفسار أو أي أسئلة، بحيث إن هي تكون موجودة خلال نهاية المحاضرة إن شاء الله. أطيب التحيات وتمنياتي بالتوفيق للدكتورة ليلى والدكتورة أسماء، ويعني بشرف بوجودكم معانا وبكرر الشكر ليكم، وأطيب التحيات ليكم يا فندم. المايك معاك يا فندم. شكرا شكرا دكتور محمد، وشكرا على الحضور على الحضور لهذا الوركشوب اللي خصصناه للحديث عن دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز عملية التعليم والتعلم من خلال التقنيات المبتكرة. إذا نمر سأستعرض معكم المخطط العام لعرضنا اليوم حول دور الذكاء الاصطناعي في التعليم. سنبدأ بتعريف الذكاء الاصطناعي وأساسياته، من ثم ننتقل إلى استكشاف تطبيقاته في التعليم الرقمي والتصميم التعليمي. سنتعمق بعد ذلك في الذكاء الاصطناعي التوليدي، مستعرضين الأسس والأدوات اللازمة. الجزء الرابع سيكون حول هندسة الطلبات، أي ما يعرف بالبرومبت انجينيرينج، وسنشرح المنهجيات ونستعرض أمثلة تطبيقية. سنختتم بعرض توضيحي للأدوات المستخدمة ونناقش التحديات اللي قد واجهنا في تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي. إذا سنبدأ بطبيعة الحال بتعريف الذكاء الاصطناعي. هو يوجد العديد من تعريفات الذكاء الاصطناعي، يمكن مثلا اعتباره نظم قادرة على أداء مهام تتطلب عادة الذكاء البشري. وإذا يمكن تشبيهه بدماغ رقمي يستطيع تحليل البيانات، اتخاذ القرارات، وحتى التعلم من تجاربه. يعني الذكاء الاصطناعي هو ليس مجرد تقنية قادمة، بل هو بالفعل جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية في العديد من المجالات. هو أيضا عبارة عن خلق أجهزة كمبيوتر أو آلات قادرة على أداء أعمال تتطلب عادة الذكاء البشري، أي مثل تعليم الكمبيوتر كيفية التفكير والتعلم بمفرده. في هذا الإطار هناك نوعان رئيسيين من الذكاء الاصطناعي، هناك ما يعرف بالنارو اي اي أو الذكاء الاصطناعي الضيق، هو الذكاء اللي مصمم لأداء مهام محددة بشكل جيد، مثل التعرف على الوجوه أو لعب الشطرنج مثلا. النوع الثاني هو ما يعرف بجنرال اي اي أو الذكاء الاصطناعي العام،
اللي من ناحية أخرى اللي هو أشبه بكمبيوتر ذكي جدا، يمكن التفكير والتعلم في مواقف مختلفة تماما مثل البشر. كذلك تعريف آخر للذكاء الاصطناعي يمكن اعتباره مجموعة من النظريات والتقنيات اللي تستخدم لإنشاء آلات قادرة على محاكاة الذكاء البشري اللي نعرفه، اللي هو يتمتع بميزة التفكير التأملي في سياقات مختلفة. كتعريف شامل، نعتبر الذكاء الاصطناعي هو مجال العلوم والهندسة اللي يهدف إلى حل المشكلات من خلال دراسة السلوكيات اللي تعتبر ذكية، وخلق منتجات تظهر هذه السلوكيات أو تقترب من تحقيق أقصى سلوكيات ممكنة. في هذا الإطار نستعرض تصريحات بيل جيتس اللي هو طبعا مؤسس شركة مايكروسوفت حول تأثير الذكاء الاصطناعي على عالمنا. يعتقد بيل جيتس أنه تطور الذكاء الاصطناعي هو يمثل نقطة تحول جوهرية مماثلة لاختراع المايكرو بروسيسور، the personal computer، the internet and the mobile phone. ويشير إلى أنه الذكاء الاصطناعي سيغير كيفية عملنا، تعلمنا، حصولنا على الرعاية الصحية والتواصل مع بعضنا البعض. والتواصل مع بعض. نعم، أنا متفقة هذا التطور أكيد يعني سيؤدي إلى إعادة توجيه كامل للصناعات حوله. في نفس الإطار سنستعرض معكم تصنيف هذه الأدوات، أدوات الذكاء الاصطناعي، بناء على وظائفها ومستوى التفاعل البشري المطلوب. إذ تختلف هذه الأدوات في قدرتها على التعلم learning، التصحيح الذاتي اللي هو self correction، والاستدلال reasoning، والتي تؤثر بشكل مباشر على مستوى استقلاليتها ونوع التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. تشمل الأنظمة المحددة اللي هي specific systems، assisted intelligence، يعني أدوات صممت لمساعدة البشر بتسهيل المهام وفقا لقواعد محددة مسبقا وتميز بالاستقلالية المنخفضة. النوع الثاني هما الأنظمة التكييفية Adaptive Systems، اللي هما Augmented Intelligence، تتعلم من التفاعلات والتجارب لتحسين عملياتها وتتكيف سلوكياتها بناء على البيانات اللي تعالجها، مما يجعلها قادرة على التعامل مع المهام المعقدة اللي تتطلب استدلال ومستويات معتدلة من اتخاذ القرار الذاتي. والنوع الثالث هما الأنظمة الذاتية Autonomous Intelligence، هي الأكثر تقدما، قادرة على العمل بشكل مستقل دون تدخل بشري، وتدمج مستويات عالية من التعلم، التصحيح الذاتي، والاستدلال لاتخاذ القرارات وأداء المهام بشكل كامل وذاتي. طبعا إذا نسأل سؤال How have you used AI already؟ وننظر إلى كيف أنه هذه التطبيقات قد اخترقت حياتنا اليومية دون أن نلاحظ ذلك. مثلا عفوا categorizing email، أنه نجد أنه في تصفية وتنظيم لرسائلنا الإلكترونية إلى فئات مثل الاجتماعية، العروض الترويجية، التحديثات الرئيسية. كذلك نجد أنه استخدام الذكاء الاصطناعي في التعرف على الوجوه، وهذا نستخدمه خصيصا في for security، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي التعرف والتحقق من الهويات من خلال تقنية التعرف على الوجوه. كذلك personalized recommendations from streaming services، يحلل الذكاء الاصطناعي عادات المشاهدة لدينا لتوصيتنا بأفلام وعروض وموسيقى مصممة خصيصا لأذواقنا. personalized advertising من خلال فهم سلوك المستهلكين عبر البيانات، ويقدم الذكاء الاصطناعي إعلانات مستهدفة من المرجح أنه تجذب الاهتمام. virtual assistants اللي تستجيب للأوامر الصوتية وتؤدي المهام وتعتبر بمثابة مساعدين شخصيين لنا في حياتنا العادية. كذلك autonomous vehicles، السيارات بدون سائق، واللي تقوم بمعالجة المعلومات الحسية واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي. fraud detection اللي هي في مجال المالية، ويقوم الذكاء الاصطناعي بمراقبة المعاملات لتحديد ومنع الأنشطة المشبوهة. كذلك design suggestion or analyze data،
ان مايكروسوفت اكسل او باوربوينت، اللي يقوم الذكاء الاصطناعي بتحسين تصميم العروض التقديمية ويؤدي تحديد ويقوم بتحليلات لبيانات معقدة. وفي هذا الإطار ربما سنركز في السلايد هذا على how can AI help us especially في الـ education. نستطيع أن نستعمله أيضا في الـ writing، في الكتابة لتحسين الكتابة أو لمعالجة النص، generate images لمعالجة الصور، لتوليد أفكار، لصناعة الفيديو، أيضا في كتابة البرمجيات وصناعة ال ويب بيجز. وطبعا أكيد إذا نستعمل طوال السمارت فون راح نلاقي أكثر من هيبة من الأبس اللي معتمدين على الارتفيشال انتليجنس عنا، مثلا سيري فيسبوك اللي يقترح علينا صداقات جديدة اعتمادا على علاقاتنا، كذلك وورد بريدكشن في الآيفون، نتفليكس اللي يقترح علينا مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية أو الفيديوهات، سبوتيفاي اللي يخلينا أو يوفر لنا مجموعة من الأغاني اللي تتوافق مع ذوقنا، جوجل مابس اللي سهل علينا الوصول إلى بيتنا أو إلى أي مطرح احنا حابين نمشيله، جوجل ترانسليت سهل علينا كذلك الترجمة أي لغة. دونك إذا هذه كلها أبس نستعملوهم في حياتنا اليومية بدون أن نشعر أنهما based on مرتكزين على الذكاء الاصطناعي. قدام أوكي، شكرا زميلتي يا دكتورة أسماء، شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا دكتور محمد لإتاحة الفرصة لينا إنه نتواصل معاكم في هذا الموضوع اللي هو مهم جدا، الذكاء الاصطناعي وطريقة استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم. و يعني المحاضرة قسمناها أنا وأسماء في يعني سلايدز قدمهم أسماء وفي سلايدز مش قدمهم أنا. فأنا مش نتحدث على كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي خاصة في التدريس وخاصة في التدريس الإلكتروني، وكلنا نعرف اللي الأستاذ أو المدرس غارق في العديد من المهام الإدارية وإعداد المناهج الدراسية، ولاحظوا ذولي أغلب الحاضرين مدرسين أو مشاركين في العملية التعليمية عندنا وقت محدود لمشاركة الطلاب أو للتفاعل مباشرة معهم، وهذا يظهر لي يأثر حتى على حياتنا، لأنه أنا مثلا كمدرسة وكأستاذة في الجامعة عندي خاصة العديد معناه وقت كبير لتحضير الدروس، نمر بفترات من إجهاد وإرهاق، ونظن انه الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدنا شويه في تسهيل عمليه التدريس وعمليه تحضير الدروس. Next please أسماء. أسماء next slide. Yes thank you. فمثلا في السلايد هذا نشوفه اللي تقريبا اغلب الاساتذه لازمهم تقريبا 50 ساعة في الأسبوع باش يحضروا دروسهم، باش يحضروا الموارد التعليمية اللي باش يقدموهم، لكن نلاحظوا إنه أقل من نصف هذا عدد الساعات هذايا مخصص للتواصل مع الطلبة. والسؤال اللي ممكن نطرحوه في المجال هذايا، كيفاش نجم نستعملوا أدوات الذكاء الاصطناعي لاستغلالهم للتواصل مباشرة مع الطلبة، لأن التواصل مع الطلبة يسمح إنه يمكن الإجابة على يعني تساؤلاتهم، يمكن ملائمة يعني الموارد التعليمية لأهداف التعليم لدى الطلبة، وضمان إنهم يواصلوا العملية التعليمية. Next please. فيمكن النجم نقوله إنه كل معلم وكل مدرس محتاج إلى مساعد في التدريس.
نكست. أسماء كانت تتحدث على بعض الأدوات اللي إحنا نستعملوهم، أو بعض الإيميل أو الفيسبوك أو السوشيال نتوركس اللي نستعمل فيها، واللي وراهم موجودة تقنية الذكاء الاصطناعي. لكن لو نركز شوية ونشوف يعني شو ما المهام اللي يقوم بهم الأستاذ واللي هو يستحق فيهم الذكاء الاصطناعي، نشوفوا إنه مثلا تحضير الدرس، تصميم الدرس، تصميم تخطيط الدرس، ترجمة بعض المستندات، تحضير الموارد لتقييم الطلبة، الإجابة على الإيميلز، إعطاء بعض الكومنت أو بعض الفيدباك للطلبة، تحديد الأهداف. كل هذه الخطوات اللي يقوم بها الأستاذ يستحق فيها إعانة، وممكن هالمساعدة تجي من أدوات الذكاء الاصطناعي. Next. ففي الجزء هذا من المحاضرة باش نركزوا أساسا على استعمال الذكاء الاصطناعي في التعليم الإلكتروني وفي تصميم الدروس. أول حاجة لو نشوفوا نظرة عامة على فئات استغلال الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي التدريس، يمكن أساسا تقسيمها في 5 فئات. الفئة الأولى هي معالجة اللغة الطبيعية، الفئة الثانية هي التعرف البصري، الفئة الثالثة ممكن تكون التعرف على الكلام، الفئة الرابعة هي الإكسبرت سيستمز الأنظمة المتخصصة، والفئة الخامسة هي ممكن تكون الروبوات واستغلال الذكاء الاصطناعي في الروبوات. Next please. في السلايد هذا نشوف انه استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعلم تقع. Can you hear me? Yes. Okay. في السلايد هذا نشوف انه استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم تقع في مفترق طرق ما بين الذكاء الاصطناعي وتحليل آثار التعلم، وباش نرجع لها شوية تحليل آثار التعلم، لأنه آثار التعلم تعطيني بيانات، تعطيني معلومات اللي نقدر بالمعلومات هذوكم أوظف يعني التعليم لخصوصيات كل طالب، وأخيرا التعلم عبر الوسائط أو التعلم المعزز بالتكنولوجيا. فالذكاء الاصطناعي أو استخدامات الذكاء الاصطناعي هي intersection، تقاطع ما بين يعني الميادين هذوما. ويعني استغلال الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي التعليم الإلكتروني بصفة خاصة يسهل عملية تقييم المتعلمين، يسهل كذلك الفيدباك، والفيدباك هو يعني مهم جدا في عملية التقييم، لأنه لما طالب ياخذ فيدباك على العمل اللي قام به هذا يحسن مردوديته ويحسن يعني نتائجه. الذكاء الاصطناعي يسمح لنا زاده بإنشاء مسارات تعليمية مخصصة، يعني مسارات تعليمية تكون ادابتد، تكون ملائمة لبعض الكفاءات أو لبعض الخصوصيات لبعض المتعلمين، تمنع كذلك التسرب من المدرسة دروب أوت، وتسمح كذلك للإجابة على عديد الأسئلة من طرف المتعلمين، أو أحيانا تسهيل عملية التقييم لدى المدرس. Next please. السلايد هذا حاولت عن طريق بعض يعني ريفيو اوف ذا ستيت اوف ذا ارت، يعني شفنا شويه يعني الريسيرش او البحوث اللي تتحدث على استعمالات الذكاء الاصطناعي في التعليم الالكتروني، وممكن نقسم يعني استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم الالكتروني او امكانيات التطبيق في 6 محاور. المحور الاول هو تجارب التعلم الشخصيه، يعني personalized learning experience. الثاني هو باش يكون على تسليم او صناعه محتوى تعليمي يكون مكيف ويكون ادابتد لكل متعلم. المحور الثالث يكون نظام تدريسي ذكي، يعني intelligent tutoring system، مرافقه ذكيه للطالب. المحور الرابع يكون تقييم آلي وصناعه ردود افعال او فيدباك للطالب. المحور الخامس يكون يعني predictive analytics، تحليلات تنبؤية لنجاح الطلبة، يعني من خلال البيانات اللي يكون عندي ممكن أتنبأ بنتائج الطالب.
وأخيرا تعزيز إمكانيات الوصول والشمولية، وهذا خاصة لما يكون عندنا طلبة ذوي الاحتياجات الخصوصية، مثلا طلبة الذين عندهم مشاكل في البصر أو في السمع أو في مشاكل أخرى، ممكن يعني تكييف الموارد التعليمية للخصوصيات لهذه خصوصيات هؤلاء الطلبة. فنشاهد الآن يعني كل next slide yes please أسمع. ففي كل نبدأ بالمحور الأول اللي هو تجارب التعلم الشخصية، وهذا الوقت الحاضر لو نشوف شوية البحوث اللي يعني تتحدث على الذكاء الاصطناعي في التعليم الإلكتروني، فما العديد من البحوث اللي تتحدث على الموضوع هذا، لأن الموضوع هذا يسمح لنا أولا ب يعني عن طريق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بصناعة تقييمات تكييفية، يعني adaptive assessment، اللي هي تسمح بتقييم أداء الطلبة بشكل مستمر وضبط محتوى التعلم وسرعته ليتناسب مع الاحتياجات والقدرات الفردية. ثم كذلك ممكن انه الانظمه التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ان تقترح بعض المواد التي تكون ملائمه لكل طالب ولاهدافه. واخيرا انتراكتيف جايدنس، يعني توجيه تفاعلي للطالب، وهذا يخص خاصه تقديم تعليقات وتوجيهات في وقت فعلي، يعني ريل تايم فيدباك، اللي هو يسمح انه يضمن بقاء الطلبه في المسار التعليمي. نيكست بليز. ثاني محور هو كما قلت انتاج المحتوى التكييفي. المحتوى التكييفي يعني أنا كمدرسة مطالبة أني نحضر موارد تعليمية للطلبة، فالذكاء الاصطناعي ممكن يساعدني أني أنه يمكن إنشاء محتوى تعليمي وتنظيمه تلقائيا وتكييفه مع احتياجات الطلبة. ثانيا وخاصة وأنا نعتبر هذا عنصر مهم جدا في استعمالات الذكاء الاصطناعي، أنه ممكن ترجمة العديد من الموارد في لغات مختلفة، يعني نجم تكون من اللغة العربية للغات أخرى. وأخيرا استعمال الوسائط المتعددة وخاصة استعمال المحاكاة أو الفيديو اللي تسمح بتطوير التعليم والتعلم لدى الطالب. Next slide please. كما قلت، المحور الثالث لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ممكن تكون أنظمة التدريس الذكية أو Intelligent Tutoring System، وهذا يخص أساسا لما نقول انه ممكن يعني مرافقه الطالب بطريقه ذكيه، يعني ممكن اعطيه فيدباك يعني ملائم لاهدافه، ملائم لنقاط القوه والضعف التي لديه. وكذلك يعني في امكانيه لوضع مسارات اليه لكل طالب. واخيرا التعلم المستمر، يعني تحسين اساليب التدريس مما يعزز بطريقه اوتوماتيكيه جوده التدريس. نعرف الكل اللي في اغلب الجامعات العربيه خاصه جوده التعليم والتدريس هو موضوع مهم جدا، والعديد من الجامعات تشتغل الوقت الحاضر على مشاريع تخص الجوده. المحور الموالي هو محور يخص التقييم والتعلم. أنا وأسماء نشتغل كثير على موضوع التقييم الإلكتروني والتقييم الأوتوماتيكي والتقييم الذكي. التقييم الذكي والتقييم الآلي هو تقييم يكون أساساً على تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي ممكن يعطينا يعني فرصة من خلال التقنيات المتاحة لتقييم يعني أعمال الطلبة بطريقة سريعة ودقيقة، وكذلك لإعطائه يعني تعليقات تفصيلية detailed feedback. وأخيرا كذلك يعني يكون التقييم غير متحيز ويكون عادل. Next slide please. كذلك كما قلت، يعني الذكاء الاصطناعي ممكن يسمحنا بتحليلات تنبؤية لنجاح الطالب، يعني ممكن مثلا
تحليل بيانات الطالب مثلا لإيجاد علامات الإنذار اللي تقول إنه الطالب هذا ممكن ما يواصلش المسار التعليمي، وبذلك يمكن للأستاذ التدخل ودعم الطالب، كذلك الفيدباك، وأخيرا يعني proactive guidance يعني توجيه استباقي، أخذ معناها عن طريق البيانات المتاحة أخذ بعض القرارات اللي تسمح بتوجيه الطالب للموارد التي ملائمة أكثر لتعليمه ولتدريسه. وأخيرا السلايد الأخير للتطبيقات ولتطبيق استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الإلكتروني هو الـ inclusive learning أو الـ accessibility، وكما قلت يعني أول حاجة تصميم شامل، تصميم يعني خاصة يجيب على احتياجات بعض الطلبة، خاصة الطلبة اللي للأسف عندهم بعض الإعاقات السمعية مثلا أو البصرية، كذلك دعم متعدد للغات، وكذلك تكييفات شخصية يعني personalized adaptation. لكن لما نتحدث على الذكاء الاصطناعي ثم موضوع مهم جدا لازم نتحدث عنه، واللي هو يعني صار سهل أكثر بالأدوات تقنية الذكاء الاصطناعي، هي هندسة المعرفة. قبل ما نتحدث على هندسة المعرفة لازمنا نفرق ما بين ثلاثة يعني كونسبتس مهمين، ما بين البيانات والمعلومات والمعرفة. في الحقيقة البيانات هي تحمل بعض المعلومات، والمعلومات نستخرجوها من البيانات، لكن المعرفة تسمح لنا بربط هذه المعلومات. وهنا دور الذكاء الاصطناعي، يعني هندسة المعرفة هي طريقة ربط هذه المعلومات، والذكاء الاصطناعي يسمح لنا بالولوج لبعض البيانات اللي صعب انه نخرج منها المعلومات اللي حاجتنا، اللي معناها اللي تكون معناها تكون مهمة لينا. فعن طريق النولج انجينيرنج يكون عندنا إمكانية انه نستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي لربط هذه المعلومات لصناعة المعرفة اللي تحب نصولها يعني واللي تخص الطلبة أو موارد التدريس. Next please. أنا قلت في المحور هذا نحب نركز على خاصة على التعليم الإلكتروني وعلى الانستركشنال ديزاين أو تصميم الدروس. ولما نتحدث على الانستركشنال ديزاين لازم نتحدث أولا على نموذج معروف جدا لتصميم المقررات الدراسية، اللي هو نموذج ADDIE. ADDIE موديل هذا مكون من 5 مراحل، المرحلة الأولى هي التحليل، المرحلة الثانية هي الديزاين يعني التصميم، المرحلة الثالثة هي الإنتاج أو الديفلوب، المرحلة الرابعة هي الإمبلمنتيشن يعني التنفيذ، وأخيرا المرحلة الخامسة هي إيفالويشن أو التقييم. اللي بنحب نشوفه في الوقت الحاضر هو كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مراحل هذا النموذج. لو نبدأ بالمرحلة الأولى اللي هي مرحلة التحليل، ففي مرحلة التحليل يمكن لنا تحليل كميات كبيرة من البيانات، مثل تحليلات بيانات تخص المتعلم أو الدراسات الاستقصائية أو التقييمات، وبالطريقة هذه ممكن تحديد فجوات واتجاهات التعلم، وبطريقة هذه ممكن تحديد أهداف التعليمية اللي تتوافق مع الاحتياجات المحددة. هذا بالنسبة للنقطة الأولى، يعني النقطة الأولى اللي هي التحليل نشوف اللي أدوات الذكاء الاصطناعي ممكن استغلالها للقيام بهذه الخطوة الأولى اللي هي خطوة التحليل. الخطوة الثانية اللي يمر بها الأستاذ لما يصمم درسه هي خطوة التصميم أو الديزاين، وفي الخطوة هذه ممكن نستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل مصادر البيانات اختيار استراتيجيات التعلم. بالنسبة للخطوة الثالثة اللي هي خطوة الديفلوبمنت أو تطوير المحتوى التدريسي،
وفي المرحلة هذه ممكن استعمال يعني أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى ولتطوير المحتوى أو صناعة الأنشطة والموارد اللي بنعطوها للمتعلم. الخطوة الرابعة هي خطوة التنفيذ أو الامبلمنتيشن. ممكن نتعداو السلايد next slide please أسمع. ففي مرحلة الامبلمنتيشن ممكن استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم فيدباك يعني وقتي للطالب، وكذلك لمرافقة الطالب وإتاحة موارد اللي هي تساعده على فهم أفضل للمحتوى التدريسي. وأخيرا الخطوة الأخيرة من موديل أدي هي التقييم أو الإيفالويشن، وأدوات الذكاء الاصطناعي يسمحون بتحليل كل البيانات والقيام يعني بتقييمات تسمح ب يعني إعطاء فكرة على مدى الوصول إلى الأهداف التي وقع القيام بها في المرحلة الأولى. في السلايد هذا ممكن يعني بعد الحصة هذه وي كان شير، يعني ممكن نعطيكم السلايدز اللي حضرناهم. في السلايد هذا ممكن تلقاو بعض الأدوات اللي ممكن استغلالهم في المراحل اللي كنت نذكر فيها في مراحل تصميم الدرس الإلكتروني، ويعني الأدوات هذوما للذكاء الاصطناعي ممكن استعمالهم كما قلت لتصميم الدروس الإلكترونية. أسمع دورك. شكرا. نصل يعني الآن للحديث على الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو نوع متقدم من الذكاء الاصطناعي، يندرج يعني تحت مظلة ديب ليرنينج اللي بيدوره جزء من مجال الماشين ليرنينج اللي هو ضمن طبعا مجال الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي. إذن الذكاء الاصطناعي التوليدي يشير إلى التطبيقات اللي تستطيع توليد محتوى، بيانات أو نماذج جديدة استنادا إلى الأنماط والمعلومات اللي تعلمتها من خلال البيانات المدخلة إليها. ويشمل هذا النوع من الذكاء الاصطناعي مجموعة متنوعة من التقنيات، بما في ذلك معالجة اللغة الطبيعية، توليد الصور مثلا، عن الصور اللي موجودين في سلايد هذا كلهم generated by الذكاء الاصطناعي generative AI. أيضا التقنيات التي لديها قدرة على إحداث تحولات كبيرة في كيفية إنشائنا وتفاعلنا مع المحتوى الرقمي، بفهم الأصوات وتوليد نصوص صور كودز. مثلا من بعض من أمثلة لهذه الأدوات نجد بارد، بينج، بطبيعة الحال شات جي بي تي. وهذه الأدوات متدربة على كميات هائلة من البيانات لتحديد الأنماط والعلاقات بين الكلمات والصور والأصوات والكودز، وهذا هو اللي مكنها من توليد مخرجات إبداعية جديدة وأصلية تستجيب طبعا للمطالب المحددة من المستخدمين. التقنيات الرئيسية المستخدمة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، نبدأ بماشين ليرنينج مودلز، وهي تستخدم خوارزميات معقدة ونماذج إحصائية لتمكين الآلات من تحسين أداء المهام بناء على التجربة. وهي هذه النماذج هي الأساس لفهم ومعالجة البيانات. ثانيا نجد النورال نتوركس أو الشبكات العصبية، واللي تحاكي بنية الدماغ البشري من اسمها طبعا، المترابطة لمعالجة البيانات وتوليد النواتج. هذه شبكات تسمح بتعقيدات كبيرة في التعلم والتوليد. ونجد أيضا الجانس أند ترانسفورمنس اللي هما يلعب دور حيوي في دفع القدرات في مجالات توليد الصور والنصوص، وهي اللي تمكننا في النهاية من إنشاء محتوى جديد وأصلي يكون غالبا مبتكر ومفيد في سياقات متعددة.
in the simplest terms، الفرق ما بين الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذكاء الاصطناعي هو نظام يستطيع أداء مهام تتطلب عادة الذكاء البشري مثل التعلم، التفكير، اتخاذ القرارات. هذا يشمل مجموعة واسعة من التطبيقات، ومن تحليل البيانات إلى التفاعل الآلي مع البشر. أما الذكاء الاصطناعي التوليدي هو فرع متقدم من الذكاء الاصطناعي، يتجاوز مجرد أنه نحل البيانات ليشمل توليد محتوى جديد. ويمكن لهذا النوع من الذكاء الاصطناعي كما قلت سابقا أنه يمكننا من توليد نصوص، صور، موسيقى، برمجيات جديدة، وكأنه يعني خلق بواسطة العقل البشري. طبعا في العديد من الـ الأدوات اللي جينيراتيف اي اي، مثلا عندنا كلود باي انثروبيك اللي هي المؤسسة، بارد باي جوجل، ياما باي ميتا، ارني باي بيدو. اذا احنا من بعد كما قالت دكتور ليليا انا باش نعطيكم السلايد، وعندكم الليست اللي فيها هذه الادوات. احنا يعني في البرزنتيشن هذه باش نحكي شويه على الشات جي بي تي. نتصور الناس الكل استعملنا الشات جي بي تي ونعرفوا كيفاش نستعمله. هو نوع من الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي طبعا يتيح للمستخدمين انه يطرحوا الاسئله ويحصلوا على الاجابات، كما انهم يعني يتحدثوا مع شخص حقيقي، على عكس محركات البحث التقليديه مثل جوجل اللي تكون الاجوبه عباره على قائمه بالروابط كاجابه على الاستفسارات. وهو يقدم يعني باسلوب محادثه، حيث يعني يمكن المستخدمين اضافه اسئله، متابعه الحوار للحصول على تفاصيل اضافيه وتوضيح. يعني كل رد يتم توليده هو فريد ومكيف مع السؤال اللي يطرح. هو طبعا نموذج للذكاء الاصطناعي التوليدي. شات جي بي تي هو اختصار لكلمه جينيراتيف بري ترين ترانسفورمر، وهو من أحدث التقنيات في مجال معالجة اللغات الطبيعية. وهو صمم خصيصا يعني ليفهم الأسئلة ويستجيب لهذه الأسئلة بطريقة تحاكي التفاعل البشري. وتم تدريبه طبعا كأي جينيراتيف اي اي على كميات هائلة من النصوص المتاحة على الإنترنت، بما في ذلك المقالات، المنشورات، المدونات، محتويات عديدة. وهذا اللي يخليه أداة مثالية للعديد من التطبيقات، للمواقع الويب اللي تعتمد عليه أصلاً. لبعض النقاط الرئيسية نستعرضها الآن في القدرات المتنوعة لتشات جي بي تي. أول شيء أنه يمكننا من إنشاء محتوى، مثلاً إذا نحكي في الكونتكست التعليمي، انه خلينا نخطط الدروس، الاختبارات، الانشطه التعليميه وغيرها. يعني هي اداه تجعل من السهل توليد محتوى مفصل ومخصص حسب الحاجه. ايضا هو يمكننا من محادثات تفاعليه، يعني يتفاعل مع مستخدمين بطريقه تفاعليه ومعلوماتيه، ويمكن استخدامه يعني لتعزيز التعلم والفهم من خلال المحادثات الدقيقه والعميقه. وأيضا يقدم شروحات على مواضيع معقدة للاستكشافات العلمية، ويساعد الطلبة كذلك والأساتذة في تخطيط الدروس. وعندما نتحدث يعني على تشات جي بي تي، أكيد نتحدث عن كيفية التعامل مع تشات جي بي تي، وأي طريقة نطرح بها هذه الأسئلة. مدام ليليا. شكرا دكتورة أسماء. في وقت الحاضر باش نتحدثوا على البرومبت انجينيرينج وطريقة التحدث مع تشات جي بي تي مثلا. next سلايد بليز. ف يعني أول حاجة البرومبت هو يعني طريقة تحادث مع تشات بوت لطرح سؤال أو الاستفسار على موضوع معين،
والاستفسارات هذوكم الكل يكونوا في نفس الدردشه او في نفس الديسكشن اللي موجوده بين المستعمل للتشات جي بي تي وتشات جي بي تي. نيكست. فالبرومبت انجينيرينج هو يعني طريقه هيكله النص اللي يقع وضعه في الذكاء، يعني في الذكاء الاصطناعي، في نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، ليقع تفسيره وفهمه من طرف أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي. احنا حاولنا عن طريق يعني ريفيو يعني للبحوث اللي المتعلقة بالبرومبت انجينيرنج، انه نلخصوا الخطوات اللي نمر بها لصناعة سيناريو بيداغوجي عن طريق تشات جي بي تي. حاولنا نلخصه، لان كما ذكرت من بكري انه يعني احنا نحب نركزوا على طريقة تصميم الدروس، وتصميم الدروس يعني تصميم سيناريو. فلما الاستاذ يعني يكون يحب استعمل أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتصميم سيناريو بيداغوجي، ثم خطوات لازم نمر منهم. الخطوات هذم لخصناهم في 7 خطوات. فلما نروح على سلايد الأول، next slide please. السلايد هذا فيه الخطوة الأولى والثانية. الخطوة الأولى هي تحديد الدور، يعني لما يعني نتواصل مع تشات جي بي تي أول حاجة لازم يعني توضيح الدور المتوقع، لازم توضيح للتشات جي بي تي هل أنه المستعمل يكون يلعب دور خبير في المجال أو مصمم تعليمي instructional design. فتحديد الدور يساعد تشات جي بي تي انه يعطيك المعلومات اللي تساعدك في تصميم السيناريو البيداغوجي. الخطوه الثانيه هي تحديد المهمه. تحديد المهمه يعني لازم نحدد بوضوح نوع السيناريو التعليمي او البيداغوجي اللي نحبه نتحصل عليه. فلازم توضيح هل نريد يعني تصميم وحدة كاملة أو مجرد أجزاء من وحدة من درس. هذا يساعد إنه تشات جي بي تي أو أي أداة أخرى تعطينا يعني معلومات دقيقة وواضحة. next slide. الخطوة الثالثة هي تحديد الهدف. تحديد الهدف يعني لازم صياغة الأهداف التعليمية للسيناريو التعليمي تكون واضحة، وتكون واضحة جدا. مثلا ما هي المهارات أو المعرفة اللي يحتاج المتعلمون اكتسابها في نهاية الدرس أو في نهاية التدريب. فلما نعطيه أهداف محددة للتشات جي بي تي، والأهداف هذه تكون قابلة للقياس، تسهل عملية تصميم السيناريو البيداغوجي. الخطوة الرابعة هي setting the context، يعني ضبط السياق اللي باش يكون فيه التدريس أو التدريب. مثلا هل سيكون يعني سيناريو للجمهور الواسع for everybody، أو باش يكون مثلا سيناريو لمؤسسة معينة أو لجامعة معينة أو لدرس أو لمدرسة معينة. فلازم تحديد سياق التدريب أو سياق التدريس لكي ما يساعدنا تشات جي بي تي في تصميم السيناريو. next steps. الخطوة الخامسة هي تحديد الخطوات النموذجية define model steps. يعني احنا نتحدث على تصميم سيناريو بيداغوجي للتعليم الالكتروني، وفي التعليم الالكتروني ممكن نتحدث على synchronous و asynchronous session، يعني حصص متزامنه وحصص حسب الطلب او غير متزامنه. فلازم تحديد عدد يعني الحصص او كيفية يعني
كيفية يعني تصميم هذه الحصص، يعني ايش هم وحدات الدورة وايش هم المهارات اللي يمكن تطويرها في كل وحدة. الخطوة رقم 6 هي تحديد القيود، define constraints. define constraints مثلا بعض الأمثلة للconstraints مثلا ممكن إعطاء معلومات لعدد المشاركين، العدد الأقصى للمشاركين، أو مدة التدريب أو مدة الدرس. الدرس مش يكون لستة أسابيع أو لثلاثة أسابيع أو لأسبوعين. فعدد الساعات أو عدد الأسابيع وعدد المشاركين يسمحوا بتصميم أكثر محدد وأكثر واضح للسيناريو البيداغوجي. Next slide please. وآخر خطوة هي ضبط التنسيق. ضبط التنسيق هي يعني نعطيه معلومات للتشات جي بي تي، هل نريد أن النموذج يكون يعني في يعني عرضه بتسلسل وكل خطوة شنو هو الهدف وشنو هو المدة لكل خطوة، أو نريد يعني كيفية يعني شنو هو الأوتبوت اللي ننتظره مع عند تشات جي بي تي، شنو هو كيفاش لازم يكون الديليفربل من عند تشات جي بي تي، وكيفاش كيفية متابعة السيناريو وتقييمه. فلو اتبعنا الخطوات هذه أكيد أنه يعني النتيجة اللي بشي تعطيها لنا الشات جي بي تي أو أي أداة أخرى للذكاء الاصطناعي التوليدي باش تكون ملائمة لحاجة واقعية، لحاجة ممكن تنفيذها، ويكون سيناريو حقيقة ملائم للتارجت جروب، للديوريشن اللي أنا حكيتها، للأهداف اللي أنا حكيتها. نعم دكتور محمد، إن شاء الله نعطيكم المادة العلمية اللي احنا قدمناها اليوم إن شاء الله. شكرا. أسماء، أظن أنك هتعملي ديمو لبعض التولز. طبعا في إطار الحديث على البرومبت انجينيرينج وكيفية كتابة البرومبت، حابة نشارك معكم تول هذا اللي هو يساعدنا كثير، يعني هو يمثل مكتبة قائمة يمكن للمعلمين من خلاله الحصول على طلبات مسمى، يعني البرومبت حاضرين في يعني في مجالات مختلفة. ما نعرفش AI for education. AI for education هي مكتبة المحتوى اللي فيها هو البرومبت for the generative AI tools. عنا العديد من الفئات من البرومبتس، مثلا لو نختار برومبتس for generating لتوليد اختبار، مثلا عنا في نختار الاسسمنت for example، وبعد نختار التايب for assessment. عندنا مثلا oral exam idea، ويجينا في المرحلة هذه برومبت حاضر فيه كيفية التعامل، مثلا هذه كيفية التعامل، أو النص أو السؤال كيف نطرح السؤال للـ AI tool اللي يخلينا لتوليد المحتوى اللي حشنا بيه، مثلا لتوليد المحتوى اللي هو oral exam نكتبه you are an expert teacher skilled in creating، يعني بالعربي مثلا أنت يعني أنت معلم خبير ماهر في إنشاء وإدارة تقييمات الطلاب التي تقيم التعلم بمهارة، مهمتك هي إنشاء امتحان شفوي يتكون، ونعطي النمبر متاع للأسئلة في المرحلة هذه في المستوى التعليمي والمادة، كذلك نخص في الجريد ليفل والسبجكت الذين يدرسون الموضوع، نحط التوبيك. هذا نوع من الطلبات يساعد المعلمين على تحقيق الاستفادة القصوى من تقنية الذكاء الاصطناعي، يعني جست كوبي اند بيست، ونخلينا نتعاملوا
بطريقة سلسة أكثر مع الـ AI Generative AI Tools. في الكثير من برومبت اللي موجودين، تقريبا كل برومبت اللي نجم يحب يستعملهم الأستاذ أو حتى طالب، عن روبريكس كويزز for example. إذا حابين أكثر additional prompting، يمكن just نعمل copy and paste على البرومبت هذوما. إذا هذا التول هو يعني تول مهم جدا للأساتذة اللي مش حابين يمروا بالبرومبت انجينيرينج والستيبس اللي حكيت عليهم دكتورة ليا. نرجع للبرزنتيشن، إذا كان ما عندكمش كويشن ولا حاجة. أيضا باش نقترح عليكم tools for educators، وراح نبدأ بالتول هذا اللي هو ديفيت. ديفيت هو تول اللي يخلينا اللي يخلي الأستاذ يستخدم الذكاء الصناعي لتوليد درس كامل، وهذا الدرس باش يكون أدابتيف، يعني مكيف ل الليفل اللي الأستاذ يعني حاجته بيه. مثلا عندنا generate short informational، هذه راح نوريكم directly في السيت. خلينا نجرب، لو تقدروا تجربوا معايا ديفيت مي، نعطيكم اللينك. نحطه في الشات. نقدروا ان نستكشفه، يعني مثلا هو الديفيت يخلينا انه ويجنريت الدرس. مثلا خلينا ناخذ اكزامبل، باش نعطيه سيناريو لدرس معين، مثلا تريانجل كونغريوس ثيوريم. Thanks. في المرحلة الثانية انه نختار الريدنج ليفل، عندنا الليفل اللي حاجتي بيه، مثلا حاجتي يكون هذا مكيف للثيرد جريد، ونختار اللغة، وبعدين نستعمل جينيريت. ياخذ شوية وقت ومن بعد يولد الكونتنت اللي حاجتي بيه للدرس. وكذا في مرحلة أولى يخلينا نختار مثلا الإيمج اللي باش نحطوها، الصورة، نجم نستعمل حتى صورة أخرى عندي، مش لازم الصور اللي مقترحة منه. مثلا نخلي هذه الصورة وهذا الدرس. بطبيعة الحال يمكن للمعلمين تعديل أي قراءة، عندنا الإيديت، كذلك show sources or hide. نقدر نعمل copy and paste. يوفرنا أيضا summary، يعني ملخص هذا الكونتنت. هذا أيضا يولد مجموعة من الكيوردز. بطبيعة الحال في أي مرحلة يمكننا أنه نعمل تعديل. كذلك خلينا we generate multiple choice questions. we can add نجم نضيف أنواع مختلفة من questions، مش بس multiple choice questions. ومن بعد عن short answer questions, open-ended prompts. في كل مرحلة يمكننا طبعا الإيديت، إنه نقوم بالتعديلات،
يمكن أيضا نقوم بال الكوبي تاع بارت تاعو مش الكل. من بعد نعمل get student activities ونختار طريقة توليد هذا الدرس، هل باش يكون راح يكون summarize learning ولا vocabulary، ولا مثلا نختار طريقة reading with discussion questions. بطبيعة الحال يمكن الإكسبورت بتاع الكونتنت هذا PDF، PowerPoint، Principal، Get، Generating، Activity. بعدها نلاقي إنه الدرس موجود حسب الفورم اللي إحنا طلبناه. نختار مثلاً PDF. طبعا هذا هو الدرس اللي احنا اخترناه، نبدأ منه بطريقة تفاعلية مع الطلبة طبعا حسب الفورمة اللي احنا طلبناها في الديفيت. اذا هذه الفورمة الاولى. ايضا نحن شوي لو نرجع هذه الطريقة الأولى، إنه إحنا كتبنا في السيرش كتبنا topic or theme. بإمكاننا أيضا إنه نستعمل article عنا وإلا درس، ونقوم بتوليد اختبار مطابق لهذا الدرس اللي إحنا باش نختاره. مثلا قوم أو نجم حتى بالـ URL متاع فيديو. أنا أوريدي حضرت فيديو لحظة شوي. مثلا ناخذ الـ URL بتاعتها. وفي اخترت فيديو على الـ Management، Concept of Management، Levels of Management، وراح نحطه في الـ Diffit. Paste لللينك. بعد نختار طبعا الـ الجريد ليفل، مثلا فور لانجويج خليها انجلش. نعمل جنريت كونتنت، جنريت اكتيفيتي، والاكتيفيتي راح تكون مطابقة للكونتنت بتاع الفيديو. بإمكاني نختار questions for the videos. يمكن نختار صورة أخرى مش هي. هذا هو summary، هذا الكونتنت، هذوما ال keywords، questions generated مولدة من خلال هذا الفيديو. عنا أيضا short answer questions، open-ended prompts. بعد نعمل get student activities. نختار نوع ثاني، مثلا نوع reading
مثلا هيلي شي جنريت. نختار طبعا طريقة الإكسبورت اللي حاجتي مثلا داونلود بي دي اف. هذا هو الكونتنت اللي احنا ولدناه، صار عنا حاضر وكان شير يعني مع الستودنتس. هذا هو الكونتنت. به هذا ديفيت. نقترح عليكم أيضا طول ثاني في طبعا الاستخدام التعليمي based on generative AI اللي هو Magic School. Magic School هو فيه أكثر من 60 tools for quick resource generation. يمكن انه من المستحسن اني انه تشوفوها دايركت. I will share the link. طبعا التول ماجيك سكول هو يساعد المعلمين على إنشاء مناهج دراسية مخصصة بسرعة، كذلك يولد اختبارات اختيار متعددة لتقييم المعرفة، كذلك يسمح بتنظيم التحديثات والمعلومات وتحويلها إلى نشرة، يولد أسئلة تعتمد على نصوص محددة لتعميق فهم الطلبة، كذلك يمكن استعمال أدوات مرحة لإضافة القليل من الفكاهة كذلك على الكلاس. مولد خطط الدروس العلمية، كذلك مولد تقييمات، يقدم كذلك شرح واضح للمفاهيم. مثلا نختار، يمكن يعمل جنريت بتاع سونغ ريليتد للتوبيك بتاع topic، text writer، rubric generator. مثلا نختار هذه اللي هي كيفية التعامل مع الطلبة اللي عندها صعوبات في الفهم، كيفية التعامل في بعض الأحيان إنه الأستاذ يجد نفسه حائر في كيفية التعامل مع بعض الطلبة اللي تواجه صعوبات في التعلم. وفي الإطار هذا إنه الماجيك سكول أيضا يخلينا يولد أفكار للمعلم في كيفية التعامل مع هذه النوعية من الطلبة. مثلا نجم نختار grade level، مثلا fourth grade disability، مثلا نختار autism. spectrum. ويمكن نكتب هكا description، short description. for example prefers to be alone. struggle to understand. مثلا social rules or for example doesn't or does repetitive. actions and then generate.
وهو بالطريقة هذه يخرج لنا بلان كيف نتعامل مع هذه الحالة. أيضا في كثير من التولز اللي موجودين، طبعا في multiple choice، اختبارات، البلان lesson plan، rubric generator for example، التقييمات، text leveler إذا عندي text هو أو content هو لليفل معين يمكن نعمل adaptation ونهبط في المستوى. مثلا ال questions for الاختبارات، math sorry and word problem for example let's test it. عندي نختار الليفل، ليفل مثلا 6، number of questions 10، math standard object topic for example topic addition. ستوري توبيك animals then generate. إذن كما شاهدوا أنه كل الأسئلة ذي علاقة بالanimals وكلها في التوبيك بتاع الaddition اللي هما التين for an example. Just final. Rayana is a chatbot مثل الشات جي بي تي، ما مخصصة للماجيك سكول. خليكم تكتشفوا، عطيتكم اللينك وفيكم تكتشفوا يعني التولز اللي موجودين في الماجيك ماجيك تولز. نكمل مدام ليليا. Okay, thank you. Thank you. Thank you. كنت أجاوب على أحاول أجاوب على الشات، فخليني نوصل. وصلنا الآن لآخر المحاضرة، ف تحدثوا شوية على بعض التشالنجز، بعض التحديات اللي لازم ناخذوها بعين الاعتبار لما نستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي وخاصة في التعليم الإلكتروني. Next slide. وهاتي يعني التحديات. Yes, yes, next slide please, Asma. Thank you. Yes. التحديات هذه خاصة لما ناخذ بعين الاعتبار بعض الاعتبارات الأخلاقية في التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي. والاعتبارات هذه قسمناها في 4 اعتبارات. الاعتبار الأول هو التحيز والعدالة. فلما نستعمل الذكاء الاصطناعي لازم ضمان تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتنفيذها لتجنب الممارسات اللي يصير فيها تمييز ومحاولة يعني تحقيق عدالة في طريقة يعني استعمال الذكاء الاصطناعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي. الحقيقة كلنا أكيد لما استعملنا بعض أدوات الذكاء الاصطناعي ممكن نلاحظوا إنه بعض الأدوات ممكن تنتج بعض يعني بعض الموارد أو بعض المعلومات اللي أحيانا المحتوى يكون متحيز أو غير صحيح أو أحيانا غير صحيح تماما يعني. فلازم نتحقق دائما من صحة المعلومات اللي تحصلوا عليها عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي. وأسهل طريقة هي أنه لازم نستعمله مثلا طريقة 80-20%، يعني ممكن نستعمل يعني المحتوى اللي تحصلنا عليه عن طريق أداة الذكاء الاصطناعي كنقطة بداية كـ starting point. ولازم التحقق من كل معناها من المحتوى اللي تحصلنا عليه ووضعه في السياق المناسب. واحيانا كما قلت لكم احيانا ادوات الذكاء الاصطناعي ممكن تعطينا محتويات تكون كاذبه تماما. نقطه ثانيه هي البرايفسي والداتا سيكيورتي. هذه نقطه مهمه جدا، خاطر ببساطه جدا كل ما يصنع عن طريق يعني كل ما نتحصل عليه عن طريق ادوات الذكاء الاصطناعي
هو مبني على البيانات، مبني على المعلومات، فحماية بيانات خاصة الطلاب واحترام الخصوصيات هي حاجة أساسية وحاجة مهمة ياسر لما نستعمله ونستخدمه أدوات الذكاء الاصطناعي. فلازم نحرصوا أنه يعني لا يقع تضمين تفاصيل الطالب الشخصية مثل الأسماء أو العناوين، ولازمنا نسعى أنه يعني لازم لابد من إزالة المعلومات اللي وقع مثلا بعثوها عن طريق الخطأ. Okay. Next slide please. يعني التحدي يعني أو الاعتبار الموالي هو الشفافية والمساءلة. لما نستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي لابد من وضع مبادئ توجيهية وعمليات واضحة للتطوير. يعني لازمنا نعرف أنه أدوات الذكاء الاصطناعي حتى لما تغطي بعض، يعني حتى لما تجيب لنا بعض المعلومات محدودة في الزمن، يعني محدودة، يعني هو يبني المعلومات اللي يعطيهم لنا على بيانات موجودة، والبيانات هذه ممكن تكون محدودة لحد سنة 2020 أو 2020 ممكن. فلازمنا نكون على دراية أنه البيانات هذه مصدرها يكون معناه محدود بزمن معين. وآخر نقطة هي لابد من التعاون بين الإنسان وبين أداة الذكاء الاصطناعي، فلازم تعزيز نهج تعاوني اللي يساعد إنه معناه المحتوى اللي نحصل عليه يكون كما قلت هو نقطة بداية وليست نقطة حل نهائي، ولازم تطويره. Next slide please. وفي الأخير أظن إنه معناها لابد من التعاون، لابد من الكولابوريشن ما بين يعني ما بين الانتيتيز، ما بين الكومبانيز، ما بين الباحثين، ما بين المدرسين، ما بين المتعلمين، باش يكون عندنا معناها أخلاقيات في التعامل مع المعلومات اللي تحصلوا عليها عن طريق الذكاء الاصطناعي، وبالطريقة هذه نحسنوا استغلال هذه الموارد وهذه البيانات. أنا نتذكر معناها أنا تقريبا عندي 20 سنة من اللي نشتغل على التعليم الإلكتروني، ويعني النقاشات اللي معناها صاروا لما أول ما بدينا نشتغل على التعليم الإلكتروني، يعني النقاشات الحالية على استعمالات الذكاء الاصطناعي ذكروني شوية بالنقاشات مع ولما صرنا نستعمله في التعليم الإلكتروني أو في الإنترنت. نحن نعتبر انه الذكاء الاصطناعي هو ثورة في طريقة التعامل مع بالمعلومات وطريقة استعمال المعلومات، وثورة هذه تخلينا نتسائل على طريقة التدريس، على طريقة التعليم، على طريقة التقييم، وأظن لازمنا نغير برشا في طريقة التقييم في طريقة التدريس. المشكل هو مش شنو هو اللي لازمنا ندرسوه، لكن المشكل هو كيفية التدريس، كيف ندرس اللي ندرس. نشكركم جدا على إتاحة الفرصة، إنكم أعطيتونا الفرصة هذه أن نتحدثوا على الذكاء الاصطناعي واستخداماته، وإحنا معناها نشارككم بالسلايدز اللي حضرناهم أنا وأسماء. إن شاء الله تكون محاضرة يعني جيدة يعني في المعلومات، وإحنا منفتحين جدا للتعاون معاكم، وبارك الله فيكم انه اعطيتونا الفرصه هذه، وخاصه زميلي وصديقي دكتور محمد، شكرا جزيلا لاتاحه الفرصه هذه انه يعني نتحدث بلغتنا، اللغه العربيه، في الموضوع هذا المهم لجامعاتنا، واحنا منفتحين جدا على التعاون وعلى النقاش معكم. شكرا جزيلا. لو في أسئلة ممكن يعني نجاوب عليها، كان عندكم أسئلة؟ ما فيش أسئلة. أنا حاولت
أجيب على بعض الأسئلة في الشات، على معناها كيفاش الطلبة يستعملوا ذوات الذكاء الاصطناعي وكيفية تقييم الطلبة يعني. وأظن أنه يعني لازم معناها توا فما في العالم أجمع يعني تفكير عميق في طريقة تغيير عملية التقييم للطلبة، عملية التدريس بصفة عامة. فأظن ما فيش حل سحري يعني، لكن لازمنا ان نتحدث بصفتي معناها استاذه في الجامعه. اظن ان لازمنا يعني نكيف طريقه التدريس وطريقه التعليم لهذا التطور الموجود في ادوات الذكاء الاصطناعي. مش عارفه، ممكن اسمع عندها حاجه ما تضيف في الموضوع ده. السلام عليكم دكتور ليلى. عليكم السلام. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. أولا شكرا لكم وجزاك الله خير على العرض الرائع والمميز وما قصرت في شيء. كان لي استفسار بسيط بالقياس على حضرتك عرضتيه. أنا بصدد تصميم بيئة تدريب قائمة على الذكاء الاصطناعي، ممكن إزاي أستفيد من المحاضرة بتاع النهاردة في اللي أنا ناوي أعمله، يعني لأن أنا عندي رسالة دكتوراه شغال عليها دلوقتي، بناء أو تصميم بيئة تدريب قائمة على الذكاء الاصطناعي. أوكي، شكرا جزيلا دكتور محمد، صح؟ هاي تفضل دكتور، تمام. ما عرفناش محمد، ممكن تعرف من نفسك الأول؟ محمد المدبولي نائب مدير المدرسة المصرية اليابانية في طور سيناء، أنا بيسهل. حاصل على ماجستير ودكتوراه في مجال الجودة، وحاليا باحث دكتوراه في مجال تكنولوجيا التعليم. أهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا. فبالنسبة لموضوع الـ AI، موضوع جديد وبصراحة بيؤرقني شوية، لأنه المجال بتاعه واسع جدا وماليش حدود، وموضوع تصميم البيئات شوية يعني برضو محتاج شغل. فعجبني أول محاضرة بتاع النهاردة، غطت جزء من التساؤلات اللي بتدور عندي، فبناء عليه بس نستكمل الصورة مع بعض، إزاي ممكن أبني بيئة تدريب قائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال العرض بتاع حضرتك. أوكي، وحضرتك دلوقتي وصلت للنهاية يا دكتور؟ لا، دكتور ليلى؟ نعم لا، أنا بكلم دكتور ليلى. دكتور تفضل. حضرتك، نخلي السؤال ده للآخر في النهاية خالص يا دكتور؟ احنا وصلنا لنهاية المحاضرة دكتور محمد، دي كده صح؟ خلاص، أنا بقول لحضرتك كده خلاص، تمام. ماشي، تفضل يا دكتور، ممكن تجاوب على السؤال؟ أوكي، شكرا دكتور محمد. العفو. شكرا دكتور محمد بولي على سؤال يعني جيد جدا ومهم جدا. انه تصميم بيئات ذكية هو موضوع مهم جدا. احنا الحقيقة في الريسيرش تيم اللي بنشتغل على تصميم بيئات ذكية للتعلم وللتقييم، خاصة مثلا الدكتوراه بتاع أسماء اشتغلت على بيئة التقييم التعاوني collaborative assessment ذكية، وكانت استعملت يعني تحليل آثار التعلم، تحليل آثار يعني learning analytics assessment analytics، يعني عن طريق البيانات اللي تتحصل عليهم من لما الطالب يدخل على بيئة التعلم. فممكن أخذ هذه البيانات، تحليلها، و يعني صناعة مسارات تكون مكيفة وتكون adapted للبروفايل of the learner. ف يعني أنا نتصور إنه تصميم بيئة ذكية يكون بالطريقة هذه. لو تتذكر السلايد اللي كنت عرضته يعني في عرضناه في أول المحاضرة، وتحدثنا على يعني مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي. واحد من المجالات هو personalized learning experience. So يعني يكون يعني الذكاء الاصطناعي ممكن استغلاله لاستكشاف ما هم المهارات اللي الطالب يكون معني يستحقهم، لازم يقوم بهم المهارات هذوكم، و based on الاناليتكس، based on يعني آثار التعلم، ممكن صناعة يعني المسار يكون مكيف للمهارات ولأهداف التعليم اللي هو.
إن شاء الله أكون جاوبتك شوية على تساؤلك، يعني with great pleasure. ممكن يعني نتواصل وابعث لك بعض من البحوث اللي قمنا بهم في design of intelligent learning environment. شكرا شكرا معالي الدكتورة، وفعلا هكون استفدت كتير جدا لو حضرتك بعتيلي فعلا with المادة great العلمية اللي pleasure. حضرتك بتقول عليها. أهلا وسهلا، شكرا لحضرتك، شكرا وتشرفت كمان. تشرفت معرفتك. شكرا جزيلا. معانا الأستاذة الدكتورة غادة الخياط، اتفضلي يا فندم. شكرا يا دكتور، بشكركم على النشاط الجميل ده، وبشكر طبعا الدكتورة ليليا والدكتورة أسماء على المداخلة الجميلة والمحاضرة الحقيقة الأكثر من رائعة. بس أنا ليا سؤال، يعني لما الدكتورة ليليا قلتي حضرتك الاكزامبل وقت من 20 سنة لما بدينا التعليم الإلكتروني، الناس كان عندها نفس الريزيستنس وهكذا، ودلوقتي احنا بنتكلم على تشات جي بي تي بنفس الطريقة. أنا عايزة أقول لحضرتك إن للأسف يعني، وكلنا يمكن عارفين الكلام ده علشان احنا يعني في الوطن العربي، احنا لحد النهاردة لسه في مقاومة للتعليم الإلكتروني. فكنت عايزة أسأل حضرتك إيه الرود ماب اللي تقترحيه، أو ما هو المحفز اللي ممكن يخلي متخذي القرار الجامعي يخلونا نستخدم الشات جي بي تي، أو يعني يكون في استفادة منه أكتر بشكل مؤسسي وبشكل يعني يخدم العملية التعليمية بشكل منظم أكتر. فهل عند حضرتك مقترحات؟ أنا لحد دلوقتي بتكلم في الاجتماعات مثلا بحس ان انا بقول كلام هيروغليف، يعني بننتهي عند كلمة اه طبعا لازم ما نخافش من الذكاء الصناعي ثم نقف هناك. فايه رأي حضرتك كيف نفعل ذلك في مؤسساتنا؟ والله شكرا جزيلا دكتورة غادة، بارك الله فيك على حضورك، وسؤال رائع جدا يعني الحقيقة. مع سؤال يطرح انه لازم انا حسب رأيي لازم تفكير عميق في طريقة التدريس. انا نعتبر انه لما نروح نقوم بالمحاضرة متاعنا في قاعة التدريس، ما عندناش فقط الطلبة قدامنا، عندنا كذلك هواتفهم. يعني الهاتف معتبرته يعني عنصر أساسي في قاعة الدرس، فلازم ناخذوه بعين الاعتبار لما نحضر درسنا، لما نحضر تقييمنا and so on. فأظن معناها آن الأوان إنه نفكروا طريقة أخرى في طريقة تقديم المحاضرات بتاعنا، في طريقة التدريس. أظن إحنا كذلك يعني بقطع النظر إنه حتى معناها أنا نعرف اللي أنت عندك يعني مكانة كبيرة في جامعتك، وعندك معناها دور مهم منسقة لوحدة التكنولوجيا يعني التعليم المبتكر. فحتى احنا كأساتذة يا دكتورة غادة لازمنا نقبل التغيير انه احنا باش ندرسه بطريقة مختلفة جدا. فلازم يعني اظن دورنا ما عادش استاذ، صرنا فاسيليتيتور. اظن انه لازم يعني حتى طريقة التقييم، واللي هي اصعب، أظن طريقة التدريس سهلة بس تغييرها، بس طريقة التقييم هي اللي أصعب بالنسبة لي. فأظن يعني في لازم معناها كل جامعة يعني تطرح الموضوع هذايا، و we start already يعني huge معناها reflection، ولا بنعرفش كيفاش نقولها، يعني تفكير عميق في تغيير طريقة التدريس، طريقة التقييم. هذا رأيي، معناها إن شاء الله أكون أجبتك، مش عارفة بس صعب شوية تو نحط رود ماب. بس أظن لو مع بعض الجامعات العربية على الأقل يكون فما رود ماب واضح في طرق استغلال أدوات الذكاء الاصطناعي، أظن معناها تعاوننا ممكن يكون مثمر. والله أنا بشكرك جدا يا دكتورة ليلي، حضرتك جاوبتي، ويمكن آخر جزء في الإجابة برضو بيدينا أمل لنشاط بيني ما بين يعني جامعات عربية مختلفة
أو حتى من خلال اتحاد الجامعات العربية وهكذا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور. عايشك، بارك الله فيك، بارك الله شكرا فيك. كده. معانا دكتور علي، اتفضل. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله حضرتك دكتورة تعرف مبادرة حضرتك من الأول يا فندم؟ سامعني حضرتك؟ اتفضل يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا دكتور، ما شاء الله محاضرة قيمة جدا، ويعني شكرا لحضرتك جدا جزيلا والله. هو أنا هيكون سؤالي برضو في حتة التخصص شوية يا دكتور، يعني لو أنا بستهدف في عنوان لرسالة الدكتوراه أو ماجستير، وعاوز أقول من كلام أستاذ محمد برضو بيئة تعلم قائمة على الذكاء الاصطناعي، هل ممكن أستخدم مثلا أي نظام إدارة محتوى واحط عليه الابلكيشنز ديت امبيدنج، يعني مثلا اضمن لينك لموقع بيعمل شيء ولينك الموقع بيعمل شيء، هل المحصله ديت اقدر اقول عليها بيئه تعلم قائمه على الذكاء الاصطناعي ولا لا؟ موضوع ان انا تتكريت بيئه تعلم قائمه على الذكاء الاصطناعي، الموضوع ده محتاج بقى حاجات كتيره وبروتوكولات ومحتاج برمجه ومحتاج امور مختلفه. سامحني الدكتور، شو اسمك؟ سامحني ما سمعتش اسمك دكتور، سامحني علي، حضرتك. علي يا دكتور، علي، علي محضر. دكتور علي، شكرا جزيلا على سؤالك. أظن سؤال قيم جدا. يعني احنا ممكن يعني الاثنين، ممكن استغلال يعني أدوات اوريدي موجودة، ويعني يو امبيد، يعني ممكن تجميعها مع بعض في فريم ورك واستغلالها. هذا جزء، بس الجزء الأهم واللي هو يكون أكثر، يعني يستحق أكثر وقت وتفكير أكثر معمق وبحث أكثر، هو يعني تصميم الخوارزميات الألغوريثم وتصميم البيئة based on artificial intelligence. هذاك لازم يعني أكثر بحث، على خاطر لازم تحصل على البيانات، يعني على المعلومات بتاع الطلبة أو أثار التعلم، و based on أثار التعلم ممكن يعني صناعة مسارات مكيفة أو صناعة محتويات مكيفة. فالاثنين، السيناريو الأول إنك تستغل already يعني tools existing tools وتحطهم في فريم ورك ممكن، بس هذا يعني مش يكون بيئة نقوله intelligent، بس هي بيئة يعني زي الريوز of combining tools، يعني تجميع tools مع بعض. بس فما طريقة أخرى إنك أنت تصمم خوارزمية تكون ملائمة للسيناريو بتاع التعليم اللي أنت تحب تحطه، ولا للهدف البحثي اللي أنت تحب توصله. معرفش جاوبتك ولا لا دكتور علي. إن شاء الله إن شاء الله أعطيتك بعض التفسير. إن شاء الله يا دكتور، هو رد بالتأكيد. في حد من حضور الكرام، لو في أي حد من حضور الكرام عنده، هناخد آخر سؤال أو آخر استفسار. طيب آخر سؤال، مفيش سؤال، خلاص تمام يا دكتور ليليا. دكتور أسماء، أنا بتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير جدا على وجودك معانا وعلى هذه الورشة القيمة اللي ليها دور كبير قوي في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي اللي احنا أصلا يعني في الوطن العربي محتاجين له. وبشكرك جدا يا دكتور ليليا، وبشكر دكتور أسماء على ماشي، وجودكم معانا، يعني أنا مش عارف أشكركم إزاي، وبشكر كل الحضور الكرام على وجودكم معانا بارك الله فيكم، شكرا شكرا جزيلا. وعلى وقتكم. بس في النهاية كده قبل ما حضرتك بس نقفلها، في بعض النقاط اللي أنا عاوز أقولها عن إيمرج أفريكا، إن إحنا في بعض المواقف اللي ممكن تحصل معانا في إيمرج أفريكا في خلال الفترة القادمة ممكن نعاني من بعض التوقف المستمر بسبب إن في نو سبورت، يعني مفيش سبورت من اليونيفرسيتي قريب، بس لسه هنشوف اللي هيحصل إيه، هنشوف لها حل بإذن الله. وعشان كده احنا قمنا في ايمرج افريكا، وتواكبا مع حكايه مع التوجه الجديد اللي احنا شغالين عليه في الاي اي، احنا عملنا زي كونفرنس غضون كده، وده اللينك بتاعه نشرته مع حضراتكم ونشرناها حاليا على الجروب بتاعنا. ولاي حد من الحضور الكرام، ان شاء الله هستلم الماتيريال من الدكتوره ليليا والدكتوره اسماء باذن الله، وابعتها ليكم ان شاء الله. شكرا لكم ان Thank انتم you. بتعملوا شير، اعمليها شير، اعمليها شير تشوفوه. Okay.
كويس، اوكي كونفرنس. محلاها. الكونفرنس الكونفرنس ده هيبقى موجود في الذكاء الاصطناعي، هيبقى على نهاية السنة إن شاء الله في أكتوبر ونوفمبر، إن شاء الله. وهيبقى أونلاين، وهنحاول نشوف إن كنا ممكن نقدر نعمله فيس تو فيس، بس لسه بنحاول نظبطه. ده الفكرة بتاعتنا، بالإضافة إن إحنا مثلا أي حد من الحضور الكرام، يعني الورشة إن شاء الله بعد نهايتها أنا هستلم الماتيريال إن شاء الله وأبعتها لحضراتكم، بس بالرجاء إن كل الحضور الكرام يعملوا عملية تقييم للورشة من خلال الرابط اللي أنا بعته لحضراتكم ده، بحيث إن إحنا نقدر ناخد الفيدباك ونقدر نشتغل عليها، يس يس ونقدر إن شاء الله مجرد الإيميلات هتتجمع معايا هقدر أبعت لحضراتكم. إن شاء الله. أما بالنسبة للموقع اللي هو Emerge Africa، ده اللي هو الموقع بتاعنا على اليوتيوب، القناة بتاعتنا للشانل، ممكن تعملها سبسكرايب عليها، أكتر من 210 فيديو خاصين في مجال تكنولوجيا التعليم باللغة العربية واللغة الإنجليزية على مستوى أفريقيا كاملين، فحضرتك ممكن تطلع عليهم وتشوف أي مجال حابب أو محاضرة حابب إنك تتفرج عليها. الرابط التاني ده اللينكد إن، لأن إحنا نقلنا الجروب بتاعنا بنحاول ننقله فعليا، بنعمل سويتش من مكان الفيسبوك لللينكد إن بحيث إن إحنا نكون مور بروفيشنال، ده يعتبر الرابط بتاعنا. وده الرابط الأخير اللي هو بتاع الفيسبوك، بحيث إن هو لو في حد من حضور الكرام حابب إن هو يتابع كل الإيفنتات اللي إحنا بنعملها والشغل اللي إحنا بنعمله برضه على إيميرج أفريكا، هتبقى موجودة على الفيسبوك. ولو في أي استفسار أو أي سؤال خاص بإيميرج أفريكا أنا ليا الشرف، أنا الميل أظن الميل بتاعي موجود مع حضراتكم، وده رقم التليفون بتاعي كمان، ولو في أي حد حابب إن هو يستفسر عن أي حاجة أنا تحت أمر حضراتكم. أطيب التحيات، لو في حد حابب يسأل سؤال دلوقتي قبل ما نقفل الورشة. تمام، شكرا لحضرتك، أتب... بارك الله فيكم، بارك الله بارك فيك، الله فيكم، تسلمي يا شكرا دكتور، جزيلا، شكرا جزيلا، بارك تسلمي، الله فيكم، ميرسي بوكو، بارك الله شكرا فيكم، ليكم وأتب التحيات، إلى اللقاء. وإن شاء الله نلقاكم في ورشة جديدة من ورش إيمرج أفريقيا بالعربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السلام. مع السلامة.